السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. بغيت نوجد واحد الحليوة، قلت نشاركها مع الحباب ديالي. عندي كيلو ديال الكاوكاو، درت فيه حساب قول 7 المعالق ديال السكر وطحنته، ودرت فيه معلقة ديال القرفة وقريصة ديال الملحة. ودابا هادشي الاخر غادي نديرو هنا نطحنو. دابا هنا هاد الكيلو ديال الكاوكاو، كيلو ديال الكاوكاو، وخليت منه واحد شويه لتزيين. والعجينه راه عاجنه. دابا نقول لكم شنو درت في العجينه اللي غادي العجينه غتكون فراش وغطا هاد الحلوه، حيت هادي ملي كطيب كتكب عليها العسل. بعد ما طحنا كاوكاو ديالنا هو هذا، درت ليه القرفه والسكر. دابا غادي نجيب ماء زهر وغنعجنها بماء زهر، وعاد غادي نوريكم الطريقه كيفاش. دابا هذه هي العجينه ديالنا، هذه درناها فراش، مشات ليا القيطه ديالها، مشاتش معاكم، ما صورتهاش. هذه العجينه فرشناها دابا اللاطة. ودابا هذا هو كاوكاو ديالنا، وهذا غنسوسو هنايا وغنسرحو مزيان فوقاد العجينه. بعد ما غنسرحو راه في الاخر غندير ليه عاوتاني فراش اخر ديال ديك العجينه. دابا خصني نسرحو كامل فهاد اللاطة، نساويه يجي قد 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 هنا قد هنا هاكا. نسرحها عاد غندكها، نحضرها مزيان باش تدك باش تجي مقاده. دابا نفرق هكا هكا على القناة، على هكا غنديرها فيها غير شوية واحد القطيرة ديال الروح ديال اللوز باش تعيد شوية ديك النسمة د كاوكاو. كاوكاو راه شريتو مفسوخة عليه الجلدة، ودرتو البارح في الفران، دهنتو بشويه الزيت ودرتو تحمر، واليوم طحنتو. دابا هاكا غادي نمشيو معاه، دابا غندير ليه هاكا المدلك باش يتقاد كامل باش ما يجي كله قد قد حال هاكا. ملي ندير العجينه الاخرى غادي ندهن يدي بماء زهر ونديرها فوق هاد الكاوكاو بحال هاكا. كندير شويه د ماء زهر في يدي، هاو ماشي بزاف باش كي ندير العجينه كتلصق الفوق ما تهزش ليكم. دابا غادي نصاوب نورق العجينه وغادي نديرها عاوتاني الفوق، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش جات. غندير عجينه الفوق وغنقادها وغنقطعها وغادي نديكوريها وغادي تشوفوها كيفاش جات ونشاركها معاكم. وهذه هي العجينه ديالنا، ها هي. دابا غنديرها في المدلك وغادي نسرحها، ها هي هذه. شوفي دابا واش خدتها ولا لا.
جبدوها شويه او جبدوها باش تجينا قدها. غنقادوها عاد نبداو ندكوها مزيان، نصبوها مع ديك العقده ديال الكوكب. صافي هي هادي، شي هو اللي بغيتها تكون لصقتها مزيان. ندوز لها مثلك برسيت لصق مزيان. بسم الله. اللي بغى يصغر يصغر، واللي بغى يكبرها يكبرها شويه، ما تكونش كبيره بزاف، ما تكون صغيره. هانت كتجي ساهله في الخدمه ديالها ومسربيه داغيك. هذه هي الحلوه اللي ما كتعذبش، كاينه تبارك الله راه كيخرج لك خير الله ديال الحبات، كاين البركه. خصكم تقطعوها هكا خضراء، ماشي حتى تطيب وتبداو تقطعوها، لا دابا هكا. هنا درت واحد السكر بيضه وهنا كندهن ليه. درت فيه غير شي شويه السكر بيضه ومع شويه الزيت، قطيره الزيت غير باش كتعطي واحد اللمعه زوينه، كتعطي ديك اللمعه زوينه في الفوق ديال الحلوة. صافي هذا كاوكاو النيت راه طايب، هو باش غادي نديكوريها بحال هكا. واللي عنده اللوز يدير اللوز، انا قلت حيت دايراها بكاوكاو ندير ليها كاوكاو، وإلا ديروها حتى باللوز راه عاوتاني ما نعاودش لكم كي كتجي ديال اللوز. انا راه مجرباها كتجي واعره. وها نتوما معنا تنساليو ونوريكم كيفاش جات. وهذا هو الشكل ديال الحليوه ديالنا. دابا غادي نشعل عليها الفران الفوق وغنقص عليها العافيه وغنخليها تحمر حتى تحمر، وعاود نهبطها وندير العافيه شويه من الفوق ونخليها تحمر من الفوق، وملي نخرجها نخوي عليها العسل. وها نتوما معانا، وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا ديال العسل. ها هي استفتحنا في هذه البواطه، كتجي واعره كتذوب في الفم، طريه زوينه وبالصحه والراحه. السلام عليكم.